كيف عاملهم مع عادل باربع. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونجدد اللقاء بكم في برنامجكم كيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة ما زلنا في بيت النبوة وتربيته لنا، وكيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أقاربه. كان عليه الصلاة والسلام أرعى الخلق لقريب وأحناهم على رحم، وأكثرهم إحسان إلى أهله، وشهد اللي كانوا قريبين منه واللي خالطوه عليه الصلاة والسلام بذلك، فوصفه ووصفهم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أبر الناس وأوصل الناس. وطبعا كان له من الأعمام أسد الله وأسد رسوله اللي هو سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب، وكان اسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة، ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب، وقيل نوفل، والحارث، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحد، يعني هم شخص واحد ولهم اسم وله اسم أو اسمين مختلفين. وأسن وأكبر أعمامه هو الحارث، وأصغرهم سنا العباس. ولم يدرك الإسلام من أعمامه إلا أربعة، اللي هو أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس، وأسلم منهم اثنان فقط. أما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فستة، وعماته هم صفية أم الزبير بن العوام رضي الله عنهم، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم من عماته صفية، واختلف في أسماء عاتكة وأروى. وأما أبناء عمه فبلغوا 25، وبنات عمه أم هانئ بنت أبي طالب، وضباعة بنت زبير، ودرة بنت أبي لهب، وأمامة بنت حمزة. وله كذلك من أولاد العمات وإخوة من الرضاعة. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأقاربه وأهل بيته خيرا. وزار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه وبكى عندها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وزار رسول الله عليه الصلاة والسلام قبر أمه وبكى عند قبرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حريص على دعوة أقاربه إلى الخير، إلى الإسلام. فقام عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى فيهم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا كان ينادي عليهم بأسمائهم لقرابته ولحرصه عليهم، لأنهم هم أولى الناس بهذه الدعوة وبهذا الخير. في البداية لابد أن يدعوهم. والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم. وكان عليه الصلاة والسلام يمدح ويثني على قرابته، ويعرف لهم حقهم وقدرهم، وكان يأخذ بنصيحة عمه العباس ومشورته، يعني كان يأخذ مشورة أعمامه، وكان يحب أن يجالسهم ويسمع منهم، وكان يعني أيضا يبادلهم النصيحة ويصحح لهم عبادتهم إذا كان أحد أخطأ في شيء أو أمر من الأمور. وكان إذا وقع أحدهم في منكر أنكر عليه وصرف عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب وراءه على البغلة، جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل، يعني يخليه يوخر بوجهه شوية عشان لا ينظر إلى هذه المرأة ويبعده إلى الشق الآخر. وكان عليه الصلاة والسلام يستعين بأقاربه وبأهله في المواقف المهمة.
ففي قصة بيعة العقبة التي يرويها كعب بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام العقبة من أوسط أيام التشريق، فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاءنا، ومعه يومئذ عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر بن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم ذلك، إلى آخر ما قال. فيعني قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى أقاربه، وقد تعددت وجوه إحسانه عليه الصلاة والسلام إليهم وتنوعت، فكان يهتم بأمورهم ويسعى في تزويج من لم يتزوج منهم. ومن إحسانه لأقاربه أن عمه العباس لما جيء به أسيرا في بدر ولم يكن عليه ثوب، طلب له ثوبا حتى يلبسه ويستر عليه، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا مقدرا لأحبابه لأهله لأقاربه، سواء كانوا على الإسلام أو على غير ذلك، إلا أنه كان يحاول قدر الإمكان أن يحسن إليهم وأن يكون قريبا منهم وأن ينفعهم وأن يدعوهم إلى كل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.